لا تخف منهم وانفع نفسك وأطع ربك، ولا يشغلنك قول الناس فيك ورأيهم عنك، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. ولو تأملت كلمة أكثر الناس التي وردت في القرآن لوجدت أنها تنتهي عادة ب لا يعلمون، لا يعقلون، لا يشكرون، لا يؤمنون، فلماذا نحن بهم منشغلون وبرأيهم متمسكون؟ يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كنت في بطن أمي وحدي، وخرجت إلى الدنيا وحدي، وأموت وحدي، وأدخل القبر وحدي، وأسأل وحدي، وأبعث من قبري وحدي، وأحاسب وحدي، فإن دخلت الجنة دخلتها وحدي، وإن دخلت النار دخلتها وحدي، ففي هذه المواطن لن ينفعني أحد، فمالي وللناس؟ أتخشى نقدهم أم تخشى فقدهم؟ أتخشى كلامهم وتتحسس من رأيهم؟ ماذا يملكون حتى تهتم لذلك؟ يقول الفضيل رحمه الله: من عرف الناس استراح. نعم والله، من عرف أنه لا يعجبهم أحد ولا يرضيهم شيء ولا يمكن أن يجتمعوا على مدحك، وأن رضاهم لا ينفع وسخطهم لا يضر، من يعلم حقيقة ذلك كله سيستريح. يقول الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. ويقول ابن القيم في كلام بديع كعادته: رضا الخلق لا مقدور، لا أحد يستطيع عليه، ولا مأمور، لم تؤمر به ولا مأثور، فلا يعرف أن أحدا من الناس قد رضي عنه بشكل كامل. ما أجملها من عبارة أعلقها في صدري، بل أنقشها في عقلي لأستحضرها في كل موقف يجمعني بهم. الناس لم يسلم منهم البعيد الذي لم يجالسهم، ولا الغريب الذي لم يخالطهم، ولا الميت الذي فارقهم، فكيف تسلم منهم وأنت بينهم وأمام أعينهم؟ بل لم يسلم منهم خير البشر وأكملهم، لم يسلم منهم نبيك صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه شاعر وكاهن ومجنون، وقالوا له: اعدل يا محمد، وألقوا الشوك في دربه، وسل الجزور على جسده عليه الصلاة والسلام، فكيف تريد أن أسلم أنا وأنت؟ أريدك تكرما أن تقارن القلم مع إبرة، أيهما أكبر؟ لا شك سيكون القلم أكبر. ولو قارنت القلم مع مئذنة مسجد مثلا، فإن القلم هنا سيكون أصغر. إذن هل القلم صغير أم كبير؟ ليس صغيرا ولا كبيرا، هو يكبر ويصغر مقارنة بغيره. وكذلك أنا وأنت، فإن أحجامنا تصغر وتكبر بمقارنتها مع الآخرين. تصغر إذا اعتقدنا أن الآخرين أكبر منا، وتكبر إذا ظننا أنهم أصغر منا. عندما تحتقر الناس تتكبر، وعندما تكبر الناس تستحقر. أنزل نفسك منزلتها، وأنزل الناس منازلهم. هم بشر مثلك، هذه منزلتهم، بل هذه حقيقتهم. وكلما نقص علمك بقدر الله وقدرته زادت هيبتك من الناس، وكلما زادت هيبتك من الناس وزاد قدرهم عندك وحجمهم لديك زاد احتقارك لنفسك. هي معادلة بسيطة، إذا عملقت الناس قزمت نفسك. كلما زاد قدر الناس فوق حدهم نقص قدر نفسك عند نفسك. يقول الشافعي رحمه الله: ما رفعت أحدا أكبر من قدره إلا وضع من قدري بقدر ما رفعته. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ سؤال يسألون لأنهم رهبان، فرسان، أبطال، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يرى أمرا لله فيه مقال، يرى منكر، يرى خطأ، ثم لا يقول فيه، لا يتكلم، يسكت، ربما لباقة وحياء. لا والله، هكذا يعتقد، بل هو خوف وجبن لا يستطيع أن يتكلم بسببهما. فيقول الله له: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ يسأله الله يوم القيامة: لما لم تتكلم؟ فيقول: خشيت الناس. فيقول الله عز وجل: إياي كنت أحق أن تخشى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خشية الناس سببها احتقار النفس.
إذا كنت تخشى أن تقول لهم لا فأنت تحتقر ذاتك، إذا كنت تخشى أن تلقي أمامهم وتتكلم عندهم فأنت تحقر ذاتك، إذا كنت تعتقد أن بيدهم شيئا، بيدهم رزقك، بيدهم حياتك، بيدهم سعادتك، فأنت تحتقر ذاتك ولا تعرف قدر ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل، ما رح تموت إذا تكلمت، لن يؤذوك، لن يستطيع أن يؤذوك، لأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، فإنه لا يقارب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. لا يقدرون على شيء، وما عساهم أن يفعلوا وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. يقول الشعراوي رحمه الله: لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله لك. لا تخف من المقابلة الشخصية، فليس رزقك بيدهم. لا تخشى عدم إعجابهم، فسعادتك ليست بيدهم. ناقش مديرك، اهزم خوفك، أحسن الظن بربك، وثق بذاتك، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واستشعر أن الله معك، عليم قدير رحيم لطيف، وهو معكم أينما كنتم. أنصحك بأن تهزم الخوف في مهده قبل أن يزيد عن حده، وإليك الطريقة بل إليك الحقيقة. تحدثنا أن القلم يكبر ويصغر، ليس لأن حجمه بهذه الطريقة، ولكن بمقارنته بغيره، وأنك إذا كبرت الناس صغرت من نفسك، وبالتالي هبتهم وخفت منهم. وتحدثنا أن الحل أن تنزل الناس منازلهم بلا تهوين أو تهويل، أن تصغر حجمهم إلى الدرجة التي تجعلك قادرا على التعامل معهم باحترام وثقة، حتى تكون في حجمك المساوي لحجمهم. ولكن ماذا لو لم تستطع أن تصغر من حجمهم؟ لأنك ترى فعلا أن من أمامك أعظم وأكبر وأفضل وأعلى وأعلم منك، وتشعر بيقين ذلك في نفسك، فما الحل إذن؟ الحل أن تقارنه بشيء أكبر منه ليبدو حجمه أصغر وتقل رهبتك منه. ولا شيء مهما كبر ومهما عظم يساوي عظمة الله جل جلاله، فاستحضر عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته وفضله ورحمته، يصغر أمامك كل كبير ويسهل عليك كل عسير. يقول الإمام الأوزاعي: عندما دخلت على عبد الله بن علي في قصره وكان ممن يخشى، لم أتذكر أهلا ولا مالا ولا أحدا، وإنما قلت: حسبي الله ونعم الوكيل.